مساء الخير. بدري أول أحداث النهاردة بدأت لايف مهم جدا، هنتكلم فيه على مصير مجهول وأحداث كتيرة جدا حصلت من ساعتين ثلاثة كده، أكيد الناس كلها تبعتها، ولكن احنا طالعين هنتكلم عليها بطريقة وبشكل مختلف، بطريقة وبشكل مختلف. ركزوا بقى معايا، والموضوع ده للنقاش، أنا مش طالع فيه أحتكر المايك خالص، يعني هقرا تعليقاتكم واخد رايكم، يعني ممكن يعني يكون وجهه نظر انا غلط، ولكن احنا هنفرد الخيوط قدام بعضينا عشان نشوف الموضوع رايح فين، لان في ضبابيه شديده جدا، في ضبابيه شديده جدا، والضبابيه باينه للجميع. يعني احنا لو طلعنا واتكلمنا وقلنا الدنيا سمنه على عسل يبقى احنا بنضحك على الناس او بنقول بقى كلام مش منطقي ومش واقعي، والرد من ناحيه كارترون بياكد ان في خلاف، والرد من ناحيه مجلس اداره الزمالك تؤكد ان مفيش ارتياح، يبقى هنا وهنا مفيش ارتياح. هتطلع الوقت ده ما توضحش وما تقولش، يبقى انت عامل تقصير طبعا ومؤثر في حق الزمالك، ولازم نفرض الموضوع اذ ربما الامور ترجع وترجع كويسه. طيب الاول كده عايزين نقول ان في قرارات طلعت النهارده بدري، اللي ما تابعش القرارات يعني لسه مخلص شغله او لسه ظاهر، هم ثلاث قرارات محترمين جدا خرجوا النهارده الصبح. اول قرار الناس كلها سمعته هو تعيين الكابتن مدحت عبد الهادي مدرب عام في نادي الزمالك، والكابتن امير عزمي مدرب مساعد. ولنا هنا وقفه، ولنا هنا وقفه. الطلب دوت كان من ضمن اربع طلبات تانية كان طالبهم مجلس اداره نادي الزمالك من كارترون. اول حاجه حازم فتوح ما يتعاملش معايا، تاني حاجه كان عنده علم ان الزمالك عايز مدرب عام للفريق ومدرب مساعد ايضا، وبرضه كارترون كان رافض او كان يماطل في عدم الرد. الحاجه الثالثه وهو موضوع المعارين اللي هيرجعوا، الحاجه الرابعه موضوع الراتب اللي كان بيبعت عليه رسائل كتير جدا. طيب عايزين نقول حاجه يا جماعه، بيني وبينكم يعني، هل كارترون في اللقاءات اللي كان بيلعبها، يعني اللقاءات المهمه اللي كانت لعيبه الزمالك فيها بدات تعمل اضراب، احنا فاكرين الكلام ده جدا وكانت بتنزل على مواقع التواصل الاجتماعي، احنا مش بننسى، لو مثلا حد بينسى انا مش بنسى، كل حاجه متايده وكل حاجه التاريخ جايبها. اللعيبه كانت وصلت لمراحل ان مواقع التواصل الاجتماعي دي كانت مباحه، واي حد من لعيبه الزمالك بينزل بوست اللي ليه مستحقات، المدرب اللي ما كانش عاجبه فيشتكي النادي، كل حاجه على المشاع. واللعيبه عملت اضراب في يوم من الايام لو انتوا فاكرين، وما راحوش النادي اصلا. ليه؟ الدنيا كانت على المشاع وكانت سهله، وكان في حاله من عدم الربط، وجينا ساعتها قلنا ان وجود كابتن اسامه نبيه مؤثر جدا ومهم، ومشي كابتن اسامه نبيه وبدات الدنيا تفك. يبقى حته الزمالك عايز مدرب مصري ده حاجه مش محتاجه نقاش، جزئيه الزمالك محتاج مدرب مصري دي مش محتاجه نقاش، وكون ان كارترون بيعاند دي النقطه اللي احنا عايزين نسال نفسنا فيها، هو بيعاند لمصلحة مين؟ طب ما هو كان عنده مدرب مصري اسمه أسامة نبيه كمدرب عام للفريق، يعني هو بالنسبة له مش متفق مع النادي أول ما يرجع إن هو هيرجع بدون مدربين مصريين، إن أنا هشيل الدنيا على أكتافي لوحدي. الكلام ده مش منطقي، يبقى إذا كارترون هو اللي متحفز. طبيعي يبقى معاك مدرب مصري ويلم الدنيا ومدير كورة ومدرب مساعد، ما هي الدنيا كده، يعني هو الأندية الكبيرة كده. نفس الدور اللي بيقوم بيه كابتن سيد عبد الحفيظ في النادي الأهلي، دور الربط ان هو يشوف مشاكل اللعيبه اللي عنده وبعدين يعرضها ويشوف الخواجه عايز ايه ويوصل لمجلس الاداره. هي الدنيا بتمشي كده في الانديه. هو ليه بحسسني كارترون ان الزمالك عامل جريمه، يعني اللي هو انا هجيب لك مدرب مساعد يبقى انا كده بزهقك؟ فين التزهيق في كده؟ فين التزهيق في كده؟ يعني ده سؤال. واللي هيطلع يجي يقول لك ايه، ما تزهقوش المدرب بتاعكم، المدرب بتاعكم مش عايز مدرب فما تجيبوش مدرب. هو احنا يعني احنا عايزين نعمل صالح الزمالك ولا صالح كارترون الحاكم بامره؟ هو مش احنا بندعم كارترون كل الدعم، ولكن الجزئيه دي بالتحديد مش جريمه، مش جريمه اطلاقا، ولا هي عيب ولا هو حرام ان انا اجيب مدرب يحلل المشاكل، واللعيبه اللي كانت بتعمل اضراب على مواقع التواصل الاجتماعي، وطارق حامد عمل اضراب في مره، واللعيبه كلها انقطت على التدريب في مره، مين يتكلم مع اللعيبه دي؟ مين يقول لها؟ مين يهديها؟ مين ينقل الصوره لمجلس الاداره بشكل يكون فيه حياديه؟ يبقى انا لما اقول لك انا هجيب مدرب، انت تيجي تقول لي انا مش عايز مدربين مصريين، طب لمصلحه مين؟ مين اللي هيلم لي الليله؟ مين اللي هيكون قدامي مرايتي؟
كلام مش منطقي. تاني حاجة، يبقى ده القرار الأولاني كارترون فيه مش يعني براحته، هو بيعترض. على فكرة في ناس بتقول إن الزمالك فرض على كارترون الأسماء دي، الكلام ده برضو مش صح. في ناس بتقول إن الزمالك فرض على كارترون مدحت عبد الهادي وأمير عزم، الكلام ده مش صح، لأن أصلا كارترون هو اللي اتخير. أنت عندك حد ترشحه، محتاج حد في اسم معين عايز مجلس الإدارة يجيبه، في مدرب معين محتاجه إن هو يكون بيساعدك، ولا أي حاجة. قال لك بكرة بعده، بكرة بعده، بكرة بعده. فبين اللي بيتملص مين يا جماعة؟ هو كارترون، مش مفهوم بصراحة. تمام؟ دي الحاجة الأولانية. هنرجع لبند. أول حاجة أنا بسأل رأيكم، هل أنتوا شايفين إن الزمالك أخطأ في تعيين مدرب، مدرب عام ومدرب مساعد لمساعد الكارترون، لمساعد الكارترون في ربط لجام الفرقة وتقريب وجهات النظر؟ لو اللعيبة عندها اعتراضات، اللي محتاج فلوس، اللي عنده فرح، اللي عنده خطوبة، اللي عنده أي حاجة، يبقى هو بيدير الليلة، ومدرب واقف على الخط مصري يزعق ويتكلم ولعبة فهمه وفهمهم، مش واقفهم بره يقول لهم جيسوي انجرسو، واحد يكلمهم مصري، واحد يكلمهم مصري، مش يقول لهم تطابل. ما ينفعش، ما هو في اوقات محتاج بره حد يزعق، وده كنا بنفتقده في الماتشات الكبيره، بتبقى محتاج بره مدرب مصري يزعق للعيبه، شد يا طارق، شد يا محمود، العب يا ابني. هو بعد فضيحه 5-3 وفرق السكور، الزمالك لسه لحد دلوقتي ومكرترون مش مدرك ان احنا عايزين على الخط حد يزعق؟ ده يبقى بيهزر، ده يبقى بيهزر. بعد 5-3 لحد دقيقه 60 كانت 5-1 الاهلي، بعد كل الكلام ده وهو مش مقتنع، هو مش مقتنع لحد اللحظه ديت ان مش محتاجين مدرب بره يزعل اللعيبه يقول لهم شدوا، العب يا ابني، استرجل ياض، العب باصي، يكلمهم كلام مصري ناس تفهمه، مش يقول لهم بره زيرو اندو تروا. مين هيقتنع بالزيرو اندو تروا؟ هيقول لهم تطابل وجمابل، مش هيصدقوه. هو مدرب يحط خطط، محتاج حد يكلمهم، وما تقوليش حد يقول المترجم اللي هيتكلم، محتاجين مدرب، مدرب مصري، مدرب مصري يعرف يقول ويعيد. اللعيبه كمان تكون محترماه وليه شخصيه ويكون ليه تاريخ في النادي اللي اللعيبه مصدقه كلامه. فلما انت تجيب مدحت عبد الهادي قلب الاسد في نادي الزمالك، لاعب ليه تاريخ كبير جدا مع منتخبنا الوطني مع نادي الزمالك، ايه الجريمه في كده يعني؟ ايه الجريمه لما مدحت عبد الهادي اللاعب ليه تاريخ؟ امير عزم مجاهد من اللعيبه الكويسه جدا اللي كانوا في نادي الزمالك وليه تاريخ برضه، ايه المشكله؟ يبقى اذا انا بصراحه مش متعاطف مع كارترون، عايز يزعل في دي يزعل، مفيش مبرر للزعل يا كارترون، مفيش مبرر للزعل يا عم باترس، مفيش مبرر للزعل، مش بنتلكك، مش واقفين على الوحدة. وبعدين مرتضى منصور في ظل شخصية مرتضى اللي الناس كلها عارفاها ان هو شخصية عنيدة وشخصية بتحب دايما ان هي يكون كلمتها مسموعة، ويجي يقول لك احنا متمسكين بيك، انت عايز ايه تاني؟ ما خلاص يعني، معروف ان مرتضى عنيد، هو مش حبك مش هيخليك موجود، ما هو خلاص عشان الجمهور مش عشانك انت. قال لك ايه؟ قال لك انا بدعمك. شكرا يا احمد الزكريا على الدعم وال100 نجمه، انت اللي تسهل مليون نجمه والله، الف شكر يا احمد الزكريا. الناس المحترمه اللي بتحس ان الواحد بيقول كلام من قلبه بتدعمنا، شكرا يا احمد على ال100 نجمه. يبقى انا لما اجي اسمع الناس اللي بتضحك وضحكتني معاها على جيسوي انجرسو، طب ما انا اعمل ايه؟ ما هو ده الفرنساوي بتاعه. ما هو ده الفرنساوي بتاعه. حقيقي يعني، تخيل لك ان تتخيل مثلا ان طارق حامد واقف في نص الملعب كده بيبص هيلعب لمين وعايز يفوقه، فيجي يقول له تيتابيل، تيتابيل، جيمابيل كارتيرو، ايه المفروض يعني طارق هيعمل ايه يعني؟ يا جماعه لاجل جاه النبي، في حاجه صلاحيات اسمها صلاحيات مدير فني، وفي صلاحيات اسمها صلاحيات مدرب عام، دي مش جريمه. والكلام ده والله العظيم كلام محترم. بشكرك يا معاذ المحترم اللي بيدعمنا، والناس الكل اللي بتدعمنا على البث، بشكركم شكرا جزيلا. الناس اللي مدعمانا ودايما بترفع معنوياتنا واللي بتقول رايها. فاذا انا والله العظيم حقيقي بتخيل طارق حامد واحد فرنساوي بيكلمه بره، طب هو هيفهمه ازاي؟ هيحسه ازاي؟ فانا مش متعاطف، ولا ينفع اتعاطف لو كارترون بيجي يقول لك انا ما اعرفش حاجه. استاذ جمعه اللي بيبعت نجوم، الف شكر لكم كلكم يا جماعه. كلام واضح ان هو لمسكم
وكلام واضح ان هو عشان صريح بيوصل للقلب بسرعه والناس مبسوطه والناس بتدعمنا في اللي احنا بنقوله. احنا بنحب الامور تبقى واضحه، اللي هو احنا يا جماعه ناس بلدي بنتكلم كلام يخش العقل. من حقك كمدرب تتكلم في موضوع مستحقاتك، ومحدش فينا على فكره طلع قال ما تاخدهاش، بالعكس عملنا حمله هجوم وقلنا عايزين نفهم الراجل فلوسه اتاخرت ليه. لما جم شرحوا ان في فرق في التوقيع بتاعه البنوك، توقيعات مساله وقت، مساله وقت، وكارترون كان شغال رسايل احنا برضو ما استنيناش وقلنا الراجل ياخد فلوسه. لكن انا مش عايز مدربين معايا انا اشتغل لوحدي. لا مش مع نفسك مش عافيه، يعني هي مش مع نفسك ومش عافيه. تعالوا نكمل بقيه الموضوع. فالموضوع ده منتهي، كارترون ليه حريه ان هو يقرر ومجلس الاداره ليه حريه ان هو يقرر برضو. الحاجه الثانيه عوض مزيكا، كل الناس المحترمه اللي بتدعمنا بنجوم يا جماعه انتوا على راسنا، النجوم تحت هتلاقوها تحت دوسوا عليها، تقدروا تدعمونا، تعليقك يظهر قدامنا بوضوح ونقدر ان احنا نرد عليه. الف شكر على كل اللي بيدعمنا واللي بيقول كلمه كويسه، سواء حبايبي واخواتي زملكاوي او حتى اصدقائنا الاهلاويه اللي مشرفينا على الصفحه. ما دام بنتكلم باحترام بما يفيد الكره المصريه فعلى راس راسي من فوق. في الاول وفي الاخر الدنيا ابسط من كده، بنتناقش لصالح العام، لصالح العام. في لجنه جامده جدا تم تشكيلها، اللجنه ديت زي كده لجنه تقصي حقائق، يعني جايين يعرفوا ايه اللي حصل. بشوي بيقول لي دي نجوم الغلابه بالظبط، بس برضو نجوم الغلابه على راسي، حتى اللي بيعمل النجوم غلط على راسي، كفايه ان هو قاصد يفرحني. انت فاهم يا بشوي انا فاهمها ازاي؟ يعني اللي بيدوس على النجوم غلط وبيعمل النجوم العاديه المكتوبه اقسم بالله كانه بعت لي النجوم اللي هي ام 1 سنت دي، لان هو قاصد يفرحني بس مش عارف ازاي. فانا برضو فاكرها كل الناس اللي بتعمل نجوم والدنيا كلها منوره نجوم، انتوا يا جماعه بصوا انتوا اخواتي، ربنا اللي عالم بحترمكم جميعا، كل الناس المحترمه الموجوده معايا، بس زملكاوي طبعا ده اخويا، اهلاوي هو صديقي برضو واخويا، ما دام يا جماعه ناس بنتكلم باحترام كلكم كلكم منورين الدنيا كلها. تعالوا احكي لكم بقى قصه تضحك على موضوع لجنه تقصي الحقائق، بس عجباني فكره جديده. بصوا يا جماعه، في الفترة اللي فاتت بعد رحيل المجلس مشي من عندنا ما شاء الله كل قطاع الناشئين تم فلترته، واللي مشي عشان يجيب ابنه يلعب في النادي، واللي لعب ابن خالته ولعب قريبه، كل الكلام اللي انتوا عارفينه ده. فتم تشكيل لجنة مكونة من كابتن محمد حلمي وكابتن عصام مرعي وكابتن محمود خالد والمستشار محمود العسال للتحقيق مع كل اللي مشوا اللعيبة الشباب بتاع قطاع الناشئين. بيني وبينكم ضربة في الجون، كان في حاجات بتحصل في قطاع الناشئين، اكيد ناس متابعه الكلام ده. وما دام بصوا، ما دام انا قلت نقطه انها لجنه تقصي حقائق تشوف ايه اللي حصل في الفتره اللي فاتت من لعيبه ناشئين محترمه جدا ومحترفه مشيت من الزمالك ببلاش عشان كل واحد يجيب ابنه، فدي من الاخر حاجه طبعا تحزن وتزعل في نادي كبير وعظيم اسمه نادي الزمالك، حاجه تزعل جدا. بشكرك يا استاذ سعد، بشكرك يا استاذ محمد جمعه، كل الناس اللي بتبعت نجوم حتى النجوم بتاعت الغلابه دي على راسي. يوم الجمعة الجاية ده آخر حاجة معايا في اللايف، اللعيبة الشباب كلها اللي مشت من نادي المستشار مرتضى منصور محدد لهم ميعاد هيقابلوه يوم الجمعة، وكلهم هيرجعوا نادي الزمالك يعملوا عقود في قطاع الناشئين، ثم هيطلعوا كلهم إعارات علشان يفيدوا الزمالك ويفيدوا نفسيهم. مفيش حد من ولاد الزمالك هيمشي مجانا. تاني مفيش حد من ولاد الزمالك بيمشي مجانا، وبنشكرهم كلهم على صبرهم، طلعوا طبعا عيطوا في قنوات وكلهم قطعوا قلبنا على فترة صعبة وتحزن عاشها نادي الزمالك. يا رب الفترة الجاية تبقى احسن واهدى كتير، ونتمنى ان كارترون يهدى. وكمان منور يا اسلام، فكوكوا بقى من كارترون، اللعيبة اللي عاوزة تمشي تمشي، اكيد ده شعار الزمالك، الزمالك زي الاهلي وزي الفرق الكبيرة، يا جماعة احنا كلنا واحد. اكيد لو هو كارترون مش مرتاح ما هيمشي عادي، مفيش مشكلة، محدش ملاوي دراعه ولا حد مقعده بالعافية، بس هو كارترون اللي حاط العقدة في المنشار. كارترون لا، قراره غريب، واي بني ادم فاهم كورة هيقتنع ان الزمالك محتاج مدرب مصري يزعق بره. تاني محتاج مدرب مصري يزعق بره، وكل الكلام ده تلاكيك ان هو اصلا من الحاجات الطريفه. قبل ما اقفل معاكم اللايف، كارترون بعت رساله على سبيل الغلط طبعا، الكلام دوت المستشار مرتضى منصور اللي حكاه في اللايف النهارده، قال لك ان هو استقبل رساله جايه من كارترون غلط، كان كارترون بعتها لحد تاني بيقول له ان هو خلاص هيمشي من نادي الزمالك، بيقول له ان هو هيمشي من نادي الزمالك. طبعا حتى لو جه على سبيل الغلط وكارترون مقرر انه يمشي، فاذا هو مبيت النيه وربنا يهديه، ما عندناش كلام اكتر من كده. الرساله جت للمستشار ورد عليه النهارده وقال له اهدأ، احنا بندعمك، ايه المطلوب؟ هنعمل ايه كارترون؟ نيجي بموز دماغه؟ يعني ربنا يهديه، ربنا يهديه واشتغل لمصلحه الجمهور. وانا تواصلت معاه مليون مره بيقرا وما بيردش.
انا خلصت اللايف، عارف ان انتوا لسه راجعين من شغلكم وصدعتكم، بس قلت بقى ان انا ايه افهمكم ايه اللي حصل في 3 4 ساعات اللي فاتوا. كل الدعم لزمالكنا العظيم، كل الدعم لكل نادي محترم بيخلص، كل الدعم للنادي اللي انا بعشقه وبعشق ترابه وهو نادي الزمالك، وكل الدعم لاي حد بيخدم نادينا العظيم نادي الزمالك، واي بني ادم بيتمنظر على النادي شايف نفسه وبيتنك على النادي، احنا مش محتاجينك ايا كان مين، مدرب لاعب اي حد سكه، لان احنا تعبنا والفتره صعبه جدا ومحتاجه دعم كل جمهور نادي الزمالك. بشكر جمهور الزمالك حبايبي واخواتي المحترمين، وبشكر اصدقاء الاهلاويه اللي كانوا متابعينا، بشكر اي حد تابع اللايف. اشوفكم على خير، تحياتي لحضراتكم، سلام عليكم.